السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم هناء من قناة عالم هناء للخرز، شغل الهاند ميد فيها كل ما يخص الخرز. اللهم بارك. قربنا على الورشة 80 للشنط، 80 موديل ترندي وحاجات معظمها حصري معانا على القناة. عندك ورش اكسسوارات كتير، فوانيس، كورس كامل لتعليم شغل الشنط للمبتدئين، ابتدينا كمان كورس لتعليم البطرون، عملنا فيديو ازاي نحدد طول وعرض الشنطة، ازاي نعرف مقاس الخرز بتاعنا. كل ده هتلاقيه عندك على القناة. طنط هناء، انا مش عارفة ازاي اجيب الموديل ده، هو عندك على القناة؟ ادخلي حبيبتي على الصفحة بتاعتنا، صفحة القناة عالم هناء للخرز وشغل الهاند ميد، دوسي على كلمة الصفحة الرئيسية، هتلاقي جنبها كلمة الفيديوهات، دوسي عليها هيوصلك لجميع الفيديوهات تحت بعضها والأجزاء تحت بعضها. يعني لو جزء لقيتيه هتلاقي الجزء التاني تحتيه على طول موجود أو فوقيه موجود، مش هتحتاري، سهلة أوي. تمام. طيب المنتدى، كنت كلمتكم قبل كده ان اهتموا يا بنات بالمنتدى. المنتدى انا بفكركم بالموديلات اللي معمولة على القناة. المنتدى ده زي ما دخلتي كده على كلمة الفيديوهات هتفري كده نفس المكان، هتلاقي قائم تشغيل بودكاست، ما اعرفش، هتلاقي كلمة المنتدى جنبيها، دوسي عليها وادخلي، هتلاقي الصور موجودة والصورة فوقيها اللينك بتاع الفيديو بتاعها. يلا بينا نبتدي مع بعض الجزء الثاني من الشنطة بتاعتنا القمر دي اللي انتوا بعتولي عليها، وكان في اقبال عليها جديد على صفحتنا على الفيسبوك عالم هناء للخرز. هنعمل الجزء الثاني من فضلك، فضلا وليس امرا ادعميني بلايك دلوقتي قبل ما تنسي، ونبتدي مع بعض الورشة. لايك وتعليق كده حلو منك، وما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصله كل جديد. كنا عملنا القطعة دي في الجزء الاولاني وقلت لكم نحضر قطعتين، حضرنا هو القطعتين. تعالي بقى نشبك القطعتين في بعض عشان نعمل قاعدة الشنطة. قاعدة الشنطة هتكون 5 سطور. هاتي قطعة كده من الاثنين ومن عند القاعدة كده هتدخلي الخيط بتاعك، وهنبتدي نشتغل مكان القاعدة. هحط ايه؟ هحط واحدة الوان، بعدين اتنين شفاف، عشان برضو عايزة اللي في الجنب ده يبقى فيه التحديدة بتاعت اللون اللي هو الاورنج ده، عشان يبقى ميكس حلو كده والشكل شيك. هدخل في غرزة غرزة، انا هحاول انجز علشان الورشة ما تبقاش على 3 اجزاء، كفاية او 2. تمام. هشتغل، هدخل في خرزة خرزة وحط 2 شفاف لغاية ما اوصل لاخر خرزة لاخر غرزة، ونرجع نعملها مع بعض. وصلنا لاخر غرزة اهي اللي هي الاورنج دي. هتقلبي طبعا الشغل بتاعك وتشتغلي بالخيط من برا. هنحط واحدة اورنج، واحدة شفاف، هنبتدي سطر جديد، برضو هحط واحدة اورنج زي ما اشتغلت السطر الاولاني، هشتغل التاني بنفس الطريقة اهو. تمام. هدخل بقى في واحدة واحدة واحط 2 شفاف لغاية ما اوصل للاخر، واحط برضو اورنج شفاف. هكمل السطور بتاعة القاعدة ونشبكها مع بعض. كده كملناهم 4 سطور اهو، 1 2 3 4، وهشبك السطر الخامس بالقطعة التانية. الخيط اللي عندي برة ده هحط فيه واحدة اورنج، وبعدين هدخلها في اول خرزة في
القطعة التانية. وهحط خرزة شفافة واربط. تمام. هدخل بقى في خرزة من هنا. وخرزة في القاعدة اللي انا عاملها اهي. وهحط خرزة شفافة. هكمل بنفس الطريقة لغاية نهاية السطر. هدخل خرزة من هنا وخرزة من هنا القاعدة. وهحط خرزة شفافة. يلا هدخلي بقى من هنا واحدة ومن هنا واحدة. وحطي واحدة شفافة وكملي لغاية ما توصلي لآخر غرزة هنشبكها مع بعض. وصلت لآخر خرزة هنا وآخر خرزة هنا. هنا بقى هتحطي واحدة أورانج. دي آخر حاجة هنا. وهتربطي. كمان ربطة. هتدخلي العقدة جوة الخرزة كده في النص. وتتوهي الخيط بتاعك. وتقصي. هتوهي وقصه. ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. كده تمام. عملنا قاعدة الشنطة. بقى عندنا امام وخلف والقاعدة. القاعدة بتاعتي خمسة. تعالوا بقى نبتدي نعمل جنب الشنطة. تعالوا من هنا. يلا بينا بقى نقفل الجنب بتاعنا. يدخل كده في الخرزة اللي في الجنب دي. نوصل الخيط بتاعنا. هنشتغل على طرفين الخيط بالطول كده الاول. هحط واحدة اورانج. واحدة شفاف. وارجع كده في الشفاف واعمل الحلقة. وبعدين ادخل الطرف التاني واسقط فيه خرزة شفافة. كده اول غرزة. احنا هنعمل الجنب كام؟ هنعمله خمسة. كده الاولاني. التانية. نفس الحكاية. اورانج شفاف. والناحية التانية شفاف. ادي اتنين. التالتة اورانج شفاف. الناحية التانية شفاف. ده كده التالتة. الرابعة. مين الناس بتحط اللايك يا بنانيت؟ حطش لايك يا قمر. سيبي لي تعليق كده حلو منك زيك كده. ادي رابع غرزة. تمام. الخامسة بقى هنشبك بيها الناحية التانية بتاعة الشنطة بتاعتنا. هتجيبي كده الجزء التاني كده من برة. هتحطي واحدة اورانج. وبعدين تدخلي في الجزء التاني بتاع الشنطة. وبعدين واحدة شفيف.
تمام. هنزل بقى على السطر التاني، هتنزلي في الخرزة اللي بالطول الاورنج دي، ونفس الخيط اللي انت ماسكاه في ايدك هتحطي بقى اتنين شفاف. خلاص مش هحط اورنج بقى. اتنين شفاف كده. تمام. الغرزة اللي جنبيها اللي بالعرض دي الشفافة هدخل كده يبقى معايا بين الخيطين خرستين، هحط عليهم خرستين الاربعة. تمام. اللي وراها شفاف. اللي وراها اتنين شفاف. وصلنا كده لاخر غرزة في الجنب تدخلي فيها. وبعدين هننزل كده في الجنب معايا تلاتة، هحط عليهم واحدة وهكذا بقى. هتفضلي رايحة جاية كده بنفس الطريقة. تمام. هتنزلي بقى في الاورنج اللي تحت دي اللي بالطول، وهتحطي اتنين، وبعدين اللي جنبها اتنين اتنين اتنين، وبعدين الاخرانية هتنزلي في الاتنين دول وتحطي واحدة، وهكذا لغاية ما توصلي للسطر اللي قبل الاخير عشان نشبك الجنب بالقعدة. هنرجع نعمله مع بعض، استنوني. رجعنا من تاني يا بنات. بصوا انا عملت تسع سطور اهي، والعاشر هوصله بالقعدة بتاعة الشنطة. هتدخلي في الخرزة رقم عشرة، السطر رقم عشرة، وبعدين هتدخلي في واحدة من القعدة اهي، وبعدين هحط واحدة خرزة شفافة. تمام. ادي اول غرزة. التانية هدخل واحدة من القعدة، يعني خرزة من هنا وخرزة من هنا، خرزة في الجنب اهي. بسم الله. تمام. وهحط واحدة برضو شفافة. تمام. هكمل بقى على كده، واحدة من هنا واحدة من هنا، واحط خرزة. في عقدة عندي بتحصلك معايا، نشيلها احسن. فاضلش غير كام غرزة اهي. يلا بينا. بسم الله. هحط خرزة اهي.
تمام تمام الرابعه دي واحده من هنا واحده من هنا واحط خرزه تمام كده خلاص الاربعه اربع غرز الغرزه الخامسه بتبقى متكونه اهي معايا اربع خرزات اهم يبقى مش هعمل فيها حاجه بس هلف فيها بقى ومتنها عشان هي بتبقى مفتحه يعني هتدخلي بالخيط كده من هنا ومن هنا كانك هتشتغلي غرزه وقبلي الخيطين ببعض واربطيهم ربطتين كده وتوهي دخلي العقده جوه الخرزه وتوهي خيطك وقصي كده انا متنتها لان هي بتبقى مفتوحه الموديل حلو قوي ومناسب جدا للصيف وخلي بالكو الشنط الشفافه دي اللي فيها الشفاف ميكس مع لولي او ميكس مع الوان ترندي قوي يعني عن تجربه ان فعلا ما بتقعدش ان شاء الله بامر الله ربنا يا رب يرزقكم من واسع يعني انا بقول لكم بالامان هتوهي الخيط بتاعي وقصه عشان وقت الفيديو لان لسه قدامنا الاجناب لسه قدامنا اليد من فوق والمغناطيس لسه قدامنا حاجات كثيره هتوهي الخيط وارجع لكم تاني يلا بينا بقى نقفل الجنب بتاعنا ده ندخله لجوه كده عشان يدي منظر حلو نسميه بسم الله بصوا يا بنات سيبي اول غرزه او الغرزة دي سيبيها وادخلي في الغرزة اللي جنبها يعني دي اللي بتطول دي يعني هتسيبي واحد اتنين تلاتة وهحطها في اللي بتطول من هنا واللي في بتطول من هنا هحط واحدة شفافة تمام هعد واحد اتنين تلاتة هدخلها في اللي بتطول الخيط بتاعي اهو كده جمعنا التلاته اهم وقفلناهم بالرابعه اهي واضحه تمام هتحطي بقى واحده شفافه برضو وهربط مرتين كده عشان لما احط القطعه المعدنيه بتاعتي تبقى الغرز جامده اهي ادي اول غرزه خلاص انزلي بقى يمين وشمال اللي بالطول دي الخرز ضيق جدا نحاول نوسعه كده بسم الله الرحمن الرحيم دخلت شلتها دخلتها في الخرزين من الناحيتين يمين وشمال لا اله الا الله اهي وهحط خرزه شفافه برضو مربوط ربطه اتنين
فاضل غرزة كمان. معلش عشان انا ايدي كمان تعبانة، لا مالكة بايدي ولا شايفاها ولا شايفة الخرم فين. الحمد لله على كل حاجة. تمام ادي دي اخر واحده هنربط بقى عشان نمتن الدنيا. حط خرزه شفافه برضو واربط. ندخل العقده في النص، توهي بقى الخيط بتاعك يمين وشمال وكده خلصنا اهي الاجنب. توهي وارجع لكم تاني كده. تمام قفلتها وحطيت اليد دي القطعه المتحركه دي بتاعت اليد، عايزه احطها الناحيه التانيه بقى. تفتحيها كده بعدين بتطلعي ده لفوق، الفتحه دي افتحيها كده لفوق وبعدين هتدخليها كده من الاول. لغايه ما تطلع من الغرزه الاولانيه. تمام ونقفلها كده. تمام كده حطينا اليد اهي. الشنطه اهي اللهم بارك لغايه كده. تمام هنكمل بإذن الله في جزء تالت لأن كده الوقت طال قوي، وتابعوني لأن في الجزء التالت اليد المدورة اللي من فوق هتتعمل ميكس ألوان بطريقة معينة ما عملناهاش قبل كده علشان تناسب الشنطة وتناسب الديزاين اللي احنا عاملينه. فتابعي الجزء التالت عشان تعرفي اليد دي احنا هنعملها ازاي وترتيب الألوان بتاعتها هتبقى ازاي. تمام لان هيبقى ليها ترتيب الوان ما ينفعش ان انا اعملها بسرعه. فتابعيني في الجزء الثالث وان شاء الله الورشه تبقى سهله عليك وبسيطه. ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق الحلو منكم واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.